السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحدي اليوم التاسع تبع تحديات الوينتر فيست أو تحديات الشتاء. نشوف مع بعض التحدي ونتابعه خطوة بخطوة. التحدي هو أول شيء بدك تفتح الجوارب، نفتح الجوارب بعدين نفتح هديتي، بنشوف شو هديتي مع بعض. نفتح الهدية نشوفها. نايس، حلو، فتحت هديتي لليوم. نفتح الجوارب مع بعض مشان تفتح الهدية تبع الستيج 2 اليوم التاسع. اوبن فريزن لوت. اوكي، بهذا التحدي أصدقائي اليوم التاسع مطلوب منك تفتح فريزن لوت اللي هو مكعب التلج اللي أعرض لكم صورته. بدك تفتح واحد، تمام، تفتح مكعب واحد أو تكسر يعني مشان تربح هاي النغمة حلوة شبيهة لرقصة الكروك شوت تبع السيزون 1 تبع الشابتر 1. تمام، هلا بدي اعرض لكم مكان مكعب تلج واحد بتكسره. مجرد ما انك تكسره وتاخذ دوت اللي جواته هيك انت بتكون خلصت الستيج 2 واخذت هاي النغمه اللي عرضت لكم اياها. وهلا ما بعد اورجيكم مكان وين تقدر تاخذ هذا المكعب وتكسره وتخلص الستيج 2. اصدقائي هذا انسب مكان اللي هو عند ميستي، وفي كذا مكان يعني، بس يعني هذا انسب مكان من بيناتهم اللي هو عند ميستي. بس مجرد ما انك انت تكسر هذا التلج مكعب التلج وتاخذ اللوت اللي جواته هيك انت بتكون خلصت المهمة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. يا ريت اذا عجبك الفيديو ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل التحديات تبع السيزون الثاني اول ما ينزل. بس ينزل التحديات اول باول. وشكرا على المتابعة اذا انت كملت الفيديو للاخر، وبرعاية الله.